في ختام أعماله بعث منتدى شباب العالم مجموعة من الرسائل المهمة للعالم من خلال 10 توصيات أسفرت عنها جلسات ومناقشات المنتدى، والذي استمر 5 أيام تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في الجلسة الختامية. أولى الرسائل التي أكدها المنتدى هي اهتمام الدولة المصرية وقيادتها بتعزيز ودعم قيم الحوار بين شباب مصر والعالم، حيث تضمنت توصيات تكليف الرئيس للجنة المنظمة، وتتبع الإشراف المباشر للمكتب الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل إلى مركز دولي معني بالحوار العربي والإفريقي والدولي بين شباب العالم، وذلك بهدف دعم الحوار بينهم من أجل تحقيق السلام والتنمية. وثانيه الرسائل التي تؤكد على اهتمام مصر بالشأن الدولي وترسيخ مبادئه ودعم مؤسساته من خلال التوصية بتبني قرارات نموذج محاكاة مجلس الأمن الدولي الذي نفذه شباب مصر والعالم، والتوسع في تنفيذه خلال المنتديات المقبلة على مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية. ولعل من أهم ما جاء في التوصيات 10 للمنتدى تأكيد اللجنة المنظمة للمنتدى برئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة خبراء من مختلف دول العالم لوضع استراتيجية دولية تتبنى قضايا الهجرة غير المنتظمة والتطرف والأمية، على أن يتم طرح الاستراتيجية للنقاش من خلال فعاليات ينفذها المجلس اعتباراً من بداية العام 2018. وتلك هي الرسالة الثالثة والتي تؤكد على السعي نحو إنقاذ العالم من أهم وأخطر مشكلاته والتي أصبحت تهدد المجتمع الإنساني بأسره. المنتدى ركز أيضاً على الاهتمام بتفعيل آليات التفاعل والتقارب الثقافي بين شباب العالم من أجل تكامل الحضارات، وذلك من خلال التوصية بإنشاء مركز للتكامل الحضري والثقافي، كما اهتم بإبداع الشباب من خلال الدعوة لإنشاء مركز إقليمي لرعاية الإبداع التكنولوجي للنابغين في مجال التكنولوجيا من الدول العربية والإفريقية وغير ذلك من التوصيات البالغة الأهمية، والتي تؤكد حرص القاهرة على ترسيخ مفاهيم الحوار والتنمية والسلام مع جميع دول العالم وفي محيطها العربي والإفريقي والآسيوي. عودة مرة تانية مع كل مشاهدينا ومصر جميلة، وحديثنا في الفقرة القادمة عن المرأة المصرية وضعها واللي بتتمناه إن شاء الله في المستقبل، وأيضا دعم القيادة السياسية للمرأة المصرية ومحققته في الفترة الحالية، وخاصة إن احنا بنحتفل بعام المرأة المصرية. مزيد من التفاصيل من خلال لقائنا مع الكاتبة الصحفية الأستاذة إيمان الدربي نائب رئيس تحرير مجلة حواء. أهلا بحضرتك. أهلاً. وصباح الخير. صباح النور أستاذة إيمان. طبعا الجلسة اللي كانت خاصة بالمرأة من خلال منتدى شباب العالم شفنا تحمس السيد الرئيس، انحيازه التام للمرأة المصرية ودعمها بشكل كبير جدا، والحقيقة انه ده ادى يعني زي بشرة خير لكل ستات مصر انه الافضل قادم بإذن الله تعالى. نتكلم على دعم القيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس للمرأة المصرية، وخاصة ان احنا في عام المرأة المصرية. في الحقيقة يعني دعم القيادة السياسية للمرأة ده بيساعد جدا في انها بتحقق خطوات ايجابية في جميع المجالات. الرئيس في اللقطة اللي اتكلم فيها عن المرأة اتكلم على انه المرأة شيء هام جدا لمصر وللأسرة المصرية، اتكلم على انه المرأة يعني لا اي قوانين مش هينفع انها تنفذ على ارض الواقع الا اذا كانت الأسرة مؤمنة بالمرأة، وإذا كان كل المجتمع مؤمن بأهمية المرأة ودورها. العام عام المرأة السنة دي عام مختلف
ومتميز للمرأة المصرية. يعني أنا مش قادرة أنسى مثلا أنه في عدد غير مسبوق دخل البرلمان من النساء، أنه كمان في وزيرات مش بس يعني أكتر من وزيرة، إنما بيحققوا فعلا خطوات ونجاحات مستمرة على جميع الأصعدة. يعني نماذج لوزيرات مبهرات، سيادة الوزيرة سحر نصر، سيادة الوزيرة يعني مش عايزة أعدد أسماء، إنما فعلا نبيلة مكرم عبيد، إنما فعلا بيحققوا خطوات على جميع الأصعدة أكثر من رائعة. يمكن دعم الريس بوجود في عام المرأة للمرأة المصرية يعني هيوصلها للمزيد من النجاحات، هيساعدها على انها تكون افضل، وده بيخلي بيلفت النظر لانه اي مجتمع قادرة تحكمي عليه على انه مجتمع راقي، على انه مجتمع ناجح، بيبقى فيه مجتمع مهتم بالمرأة. صحيح. ولذلك اهتمام الريس بالمرأة هو دعم بشكل كبير جدا لخطواتها على جميع الأصعدة. والحقيقة كمان تطرق لمواضيع مهمة جدا وللأسف الشديد ما زلنا يعني بنشوفها داخل المجتمع المصري، وكانت خاصة توريث المرأة وانه الرجل ياخد حقها. صحيح. في بعض صحيح. المجتمعات او بعض البلاد اللي موجودة هنا، واعتقد انه دي نقطة مهمة جدا، انه يعني ما اعرفش، انا بشوف ان الانسان المتزن هو اللي بيشوف انه قوته من دعمه للكائن حتى ولو كان ضعيف وهي اقل منه شويه، برغم ان ده مش واقع، لانه ربنا سبحانه وتعالى ما فرقش ما بين المراه والرجل في التكاليف والواجبات، انما اوصى الرجل بالمراه، فبالتالي اللي يقدر ينفذ ده على ارض الواقع هو راجل متزن سوي قوي، عنده اتزان ديني، عنده اتزان في رؤيه معينه، وده اللي احنا عايزينه دلوقتي في المجتمع. بصي حضرتك، يعني قضية حجب ميراث المرأة وبالذات في الصعيد دي قضية شائكة. الفكرة مش بس قوانين، الفكرة انه لازم يكون في ايمان من كل الناس انه الميراث ده شيء شرعي، ربنا سبحانه وتعالى قرره للمرأة. هو مش يعني بس فكرة المواريث، فكرة المواريث، زواج القاصرات، بس يعني تقليل من شأن المرأة في الأسرة. صحيح. مشاكل كتيرة، مشاكل خاصة كتيرة بالمرأة في المجتمع. في المجتمع بس يعني يمكن يعني من أهم المشاكل اللي احنا يمكن بنقول إن هي مشاكل يعني مشاكل سيئة جدا، زي مشكلة زواج القاصرات مثلا، زي مشكلة حجب ميراث المرأة في الصعيد، زي مشكلة تهميش المرأة في كل في 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 تقليل فرص البنات ان هم يتعلموا، ان هي في سوق العمل يبقى اجرها اقل من نظيرها من مثيلها رجل. فهي الفكره كده، الفكره انه احنا مش بس قوانين تنفذ على ارض الواقع، لكن احنا محتاجين ايمان من كل البشر انه المحك في الحكم على الشخص اللي قدامي ان هو مش فكره رجل او امراه، فكره كفاءه. صح. الشخصيه دي هي امكانياتها ايه وكفاءتها ايه. انا اسفه جدا بس تغير الفصول دايما بيجيب بحث. طبعا معلش، الف سلامه. الله يسلمك ويخليك. ده ايمان مجتمعي، لازم المجتمع كله يؤمن بالفكره دي. انا بشوف انه في بعض الاحيان انه منظمات المجتمع المدني والهيئات الغير حكوميه لازم يكون ليها شغل على ارض الواقع، انه لازم يبداوا يدعموا المرأة بشكل أو بآخر ويغيروا فكر المجتمع، لأنه أنت بتشوفي أن الراجل بيعتمد على المرأة في البيت بشكل كبير قوي، ولكن يجي ينقص حقها قدام الناس، وده مش طبيعي. صحيح. الفكرة أنه يعني برضو يعني للأسف إحنا كنساء أحيانا بنشارك في ده، لانه احنا طريقه التربية احنا بنشارك في ده، وانا بربي ابني وانا بتعامل مع جوزي، فانا بتعامل يعني انا بعمل كل الحاجات، ما بوزعش المهام. يعني لازم يكون في توزيع للمهام، لازم يكون في تحديد لكل واحد هيعمل ايه. ما ينفعش ان الام وهي تربي الولد بطريقه مختلفه غير البنت. ما ينفعش ان طول الوقت انا ابقى عماله شايله كل العبء عشان اريح الناس كلها اللي حواليا. انا كده على فكره بضر كل الاسره، يعني بضر ولادي، بضر جوزي، لانه طول الوقت انا اللي بعمل كل حاجه. هو مش مطلوب مني ان انا اعمل كل حاجه، المفروض المهام بتوزع طبعا. بالقدر اللي يتناسب مع كل فرد في الاسره. صحيح. طيب نرجع مرة تانية للمرأة المصرية ودعم القيادة السياسية ليها خاصة هذا العام وإن شاء الله في المستقبل كمان. ده يخليها تحقق ايه؟ توصل لايه؟ بصي احنا عندنا حلم ان المرأة تبقى رئيس وزراء.
المرأة السنة دي برضه السيد الرئيس أشار المرأة تبقى رئيس وزراء، يعني نفسنا ده أمل يعني عندنا. يعني إذا كان هناك يعني من تصلح لهذا المنصب فليه لأ؟ يعني هي الفكرة كده. طيب نتكلم كمان على المرأة عايزة إيه؟ عايزة إيه في المستقبل؟ ومطلوب منها ايه عشان كمان تدعم نفسها؟ يعني كتير بنقول في سيدات تستحق، ولكن برضو الست برضو لازم يبقى واقف على ارض صلبة. هقول لحضرتك حاجة، احنا اولا في عام المرأة احنا بنتمنى ان يكون في دعم للنساء، مش دعم على مستوى القيادة السياسية فقط، ولكن يكون في دعم حقيقي من الأسرة، من الزوج، من الأولاد، دعمهم لأمهم أو للمرأة أو لأختهم بإيمانهم الحقيقي بحقوقها، إنه الأخ ما يحجبش ميراث أخته، إنه أنا لو أنا عندي بنت وولد ما يعني أعلم البنت وأعلم الولد، ما أعلمش الولد بشكل أساسي لو أنا إمكانياتي ما تسمحش واحجب البنت من التعليم، انه ما احرمش البنت بانها تعيش طفولتها واجوزها بدري من منطلق ان الجواز سترة، وانه او انها تجيب لي عائد مادي يعني ان انا بتاجر بيها. فالفكرة انه لازم افكر كويس قوي انه البنت دي ليها حق عليا، ان الام ليها حق عليا، وكمان المرأة والفتاة لازم يكونوا يعني انا لازم اي مرأة او اي فتاة تشتغل على نفسها. يعني مش مشكلة ابدا ان انا لازم ابقى فاهمة عارفة انا بعمل ايه، بفكر ازاي، بدرب نفسي لايه، لازم ابقى افضل، لازم اعمل حسابات كده لنفسي. انا في الحقيقة بعمل كده، انه لازم اشوف انا حققت ايه السنة دي، وبتقدم ازاي، بقرأ ايه، بتعلم ايه، لازم كل فترة اضيف لنفسي حاجة. امهاتنا زمان كانوا كلهم لازم بيتعلموا حاجة، دايما الام تلاقيها كنت تلاقي اي الفتيات الستات لازم بيتعلموا حاجة، لازم قاعدين بيستثمروا وقتهم بشكل ايجابي، يا بيقروا كتاب، يا بيتعلموا كروشيه، يا بيضيفوا حاجة لوقتهم، يا بينظموا في البيت، يا بيتعلموا زي ربوا اولادهم، او بتتعلم لغه. يعني فكره ان انت تستثمري وقتك وتنمي مهاراتك وتقربي من ربنا بشكل افضل، اعتقد ان ده يفرق كتير قوي في حياتك. كمان مهم قوي انه يعني لكل امراه انه ما تسيبش الحياه تمشي بيها كده، يعني مش معقول الاقي نفسي انا سني صغير وبيتم زواجي فانا ابقى فرحانه، مش معقول يتم حجب الميراث عني، يعني لازم يبقى فيه مقاومه بشكل موضوعي. يعني ما سيبش الامور هي اللي تتحكم فيا، وانما لازم يكون ليا راي وشخصيه وكيان، واعرف اتعامل مع الناس اللي حواليا، واعتقد ان ده هتكون البدايه لاحترام المجتمع اللي حواليا ليا. صحيح. هنا برضو لازم نقول انه القائمين على الاعمال الفنية لازم يبدأوا ياخدوا بالهم من صورة المرأة، ولازم يدعموا المرأة بشكل اكبر من خلال الاعمال الفنية، سواء المسلسلات او الافلام اللي بتقدم للساحة. يعني لانه شفنا ان في الفترة الاخيرة نموذج المرأة ما كانش يليق بالمرأة المصرية من خلال عدد من الاعمال الفنية، وانا بتكلم على سنين فاتت. يمكن وضع في الفترة الاخيرة اختلف او بقى يعني احسن شويه، ولكن ما زلنا نطالب بالمزيد. شكل المراه المصريه لازم يختلف من خلال وسائل الاعلام، من خلال المسلسلات والافلام اللي بتقدم، تاخد قيمتها ووضعها داخل المجتمع. مش كل ستات مصر يعني عندهم جهل، مش كل ستات مصر للاسف ساقطات، وده بنشوفه من خلال كتير من الاعمال الفنيه، ودي نقطه مهمه جدا. طبعا طبعا دي نقطة مهمة جدا. أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة، أنا في أوقات كتيرة جدا بتفرج على مسلسل أو على فيلم ما بحسش أبدا إن نموذج المرأة اللي بيقدم شبهنا، يعني لا هي أختي ولا هي خالتي ولا هي أمي. ده جت هوجة كده يعني من الأعمال الفنية اللي هي نماذج وقصص للمرأة، يا إما ساقطات، يا إما نساء جهلة قوي، لا اما يعني سيدات امراه خاينة في المجتمع، يعني اما مريضه نفسيا. دي مش دي الست المصريه، دي نماذج اللي يتعمل، او اذا كانت موجوده هتبقى نماذج قليله وقليله ومش هي المعممه.
يعني طبعا وقدامها ستات عندهم قصص نجاح وكفاح وست محافظه على بيتها وعلى جوزها وعلى اولادها جدا. انا عايزه اقول لحضرتك انه في النجوع والقرى في ستات بيعملوا مشاريع، سيدات بسيطات حتى ما عندهم مش متعلمات، انما عندهم وعي وقدره، بتربي اولاد، بتدخلهم، بتبقى دكتور ومهندس، يعني بيبقى عندها قدره على انها تربي اولاد بجد فخر للمجتمع فعلا. انا اسفه مش عارفه عندي شرق غريب. لا مش هنا لازم كمان الصحافه تتدخل واصحاب الراي يكون ليهم كلمه، يبقى في انتقاد لشكل المراه اللي بيقدم من خلال الاعمال الفنيه. يعني خلال على الاقل السنتين الثلاثه اللي فاتوا شفنا عدد كبير جدا من السيدات الارامل اللي ازواجهم استشهدوا سواء من الجيش او الشرطه، ومسؤولين عن اطفال صغيرين قدامهم مستقبل كبير، امهات فقدت ابنائها في عدد من العمليات الارهابيه، ودول كمان ليهم الحق ان هم يكونوا متواجدين. وقصص معرفش احس انها تشرف كل ست ان هي بتتكلم على اولادها بفخر او جوزها بفخر. طبعا نماذج وقصص لفتيات ونساء يعني، وامهات فقدوا اولادهم وفقدوا ازواجهم، يعني كل قصه منهم ممكن قصه نجاح وتتعمل فيلم يعني ومسلسل ويحقق نسب مشاهده ويحقق نجاح كبير. الحقيقه انا عايزه اقف مع حضرتك عند نقطه مهمه، خاصه الاعمال مثلا الدراميه اللي اتقدمت رمضان اللي فات. هند صبري قدمت قضيه مهمه جدا، وهي انا بشوفها يعني من الممثلات اللي غيروا اتجاههم وابتدوا يبقوا ملتزمين جدا في نوعيه القضايا اللي بتقدم يعني جدا يعني جداً قضيه المراه ومكافحه مرض السرطان، وقدمت قبل كده كمان المراه اللي بتصاب بالايدز وهي كانت مفعول بيه لان جالها الايدز من زوجها. احنا عايزين النماذج دي، احنا عايزين نشوف نماذج المراه اللي بتكافح في المجتمع. واهم بس يعني اللي ميز المسلسل الخاص بتاع هند صبري انه كانت حولت المرض والمعاناه لشيء جميل، يعني ما بقيناش قاعدين بنتفرج على المسلسل واحنا حاسين انه شيء كئيب ومرض، هي قدرت تحول الكآبه والمرض لنجاح وتحدي وقدره على الاستمرار. ففي الحقيقه فكره ان انا ما اتعاملش مع مرض يهزمني دي فكره رائعه، يعني فكره ان دايما الايجابيات والنور والتحدي والنجاح بيفرح. لكن انا يعني اذا قدرت ان انا اقول لك ايجابيات، اذا قدرت ان انا اوصل لك شيء جميل، شيء جديد، شيء مفرح، فده بيأثر عليك بشكل ايجابي طبعا. انما لو طول الوقت انا بيأثر في المجتمع كمان جداً. لو تفتكري حضرتك مثلا فتره الستينات ولما المراه ابتدت تتولى مناصب قياديه يعني وبقت مدير وكده، عملوا فيلم مراتي مدير عام صحيح، وغيرها بقى من القضايا على النهج لما ابتدينا ان احنا نعمل مكافحه محو الاميه، شفنا نماذج او مسلسلات اللي كانت بتقدمه مدام صفاء ابو السعود، كان مسلسل عن تحدي المراه هي والمستحيل. كل دي اثرت في ناس كتيره قوي وشدت بايدين ستات خلتهم يقدموا على طبعا ان هم يتعلموا مثلا. الفن دايما يعني بيرفع بيرتقي بالشعوب، الفن دايما بياخد بايد الناس. يعني حضرتك ممكن تشوفي نموذج لام مثلا بتربي اولادها بشكل مختلف بشكل ايجابي، ده يلفت نظرك وينبهك لحاجه معينه. ممكن بتشوفي ام بتتعلم ما كانتش متعلمه، او فتاه بتتعلم، او فتاه بتغير فكر اللي حواليها عنها، ده ياثر بشكل ايجابي في شخصيتك. هو ده دور الفن الايجابي طبعا. انه مش بس بيقدم فن يمتعك، انما كمان يرتقي بيكي، يرتقي بيكي على كل المستويات. واعتقد ان ده دور مهم قوي للفن، يعني ده دور مهم جدا. وهي الفكره انه مع الوقت لما الناس تبعد عن الاعمال اللي فيها سلبيات واظهار صوره المراه بشكل سلبي، وبيظهروا ستات وبنات مش شبهنا، مش شبه الستات المصريات والفتيات المصريات، ساعتها لما نبعد عن ده وما نتفرجش عليه، ده هيبدا يتغير، الفن هيبدا يختلف، هيبدا يبقى في نماذج اخرى يعني شبهنا اكتر نقدر نتفرج عليها وتفرق معانا في التعامل. طبعا
يعني جهات كتيرة جدا بتهتم بالمرأة وبعمل المرأة وبالمشاريع الصغيرة. مجلس القومي للمرأة بيدعم المرأة في شتى يعني المجالات، شفنا حملات توعية وحملات إعلانية كتيرة، وخاصة آخرها ما تخليش التيل مربوطة تعطلك أو يعني إنها تخليكي متأخرة. عايزين مزيد من العمل، عايزين مزيد من الدعم للمرأة وتغيير. أنا بشوف يعني بعض الأحيان بتشوف الناس بتشوف التغيير من فوق لتحت، ولكن أعتقد اللي بيبقى راسخ أكتر التغيير من القاعدة لفوق، وده محتاج عمل ميداني في شتى المحافظات. في الحقيقة يعني دكتور مايا وفريق العمل في المجلس القومي للمرأة قايمين بدور حملة التاء المربوطة، دور جميل جدا. أنا في مرة من المرات سافرت مع دكتور مايا في قرية بعيدة جدا، قرية ما فيهاش أي تعليم، ما فيهاش أي إمكانيات، وفي الحقيقة هم بيوصلوا لأماكن بعيدة وبيساعدوا الفتيات والنساء هناك، وبيدوا قروض ويعني أو بيسهلوا ده، بيساعدوا ده. فلا يعني في الحقيقة على أرض الواقع، لا في شغل فعلا، شغل على أرض الواقع. يعني يمكن مش بنعرف كل حاجة، لكن فعلا على أرض الواقع في شغل جامد جدا، خاص بأنه ارتقاء بالذات بالنساء والفتيات في النجوع والقرى. صحيح، مش بنعرف كل حاجة، ده تقصير من الجهات اللي بتقوم بالشغل ولا تقصير من الجهات الإعلامية اللي بتنقل الخبر والحدث؟ والله يعني ممكن يكون الأخبار بتمر كده مرور الكرام، يبقى في إعلان عنها بس مش بالقدر الكافي، لكن في الحقيقة لا، يعني على أرض الواقع بالعكس أنا شايفة أنه في اهتمام يعني كبير جدا بالمرأة بالذات. يعني حياتك لو روحتي قرى كتير جدا هتلاقي ان في اهتمام فعلا بالنساء هناك، وانه في بيحاولوا يعلموهم طرق التغذيه، بيحاولوا يعلموهم ازاي يعني لو هي عايزه تتعلم مثلا محو الاميه، لو هي عايزه يبقى عندها وعي اكتر في اتجاه صحي. يعني الشغل على المراه على الارض الواقع في النجوع والقرى والكفور لحد كبير جدا يعني متميز. الحمد لله. احنا بنشكر حضرتك ونورتينا النهارده في مصر جميله، وبنتمنى مزيد من التألق للمرأة المصرية في المجتمع المصري. يعني نقدر نقول ان الحمد لله وصلت لمناصب عده، ومستنيين مزيد بقى ان شاء الله. مزيد من، احنا طبعا نتمنى للمرأة المصرية كل النجاحات وكل التقدم، والاهم ان الاسره تؤمن بالمراه المصريه. صحيح. وانه المجتمع كله يدعمها حقيقي، دعم حقيقي بجانب القوانين اللي اوريدي موجوده. شكرا لحضرتك. نشكر كل الساده المشاهدين اللي تابعونا النهارده، وان شاء الله بكره اللقاء يتجدد ومصر جميله.